محمد اللي كنا بنتكلم معاه عن تفاصيل كثيرة متعلقة بالمستجدات في عالم كرة اليد وانعكاسات ان اللعبة اصبحت لعبة شعبية بالمعنى الحرفي. الموضوع ده هينعكس بالإيجابي الى اي درجة فيما يتعلق بمسألة الرعاة. وبرضه عايزين نتكلم على فكرة الاتحاد اللعبة والدور اللي بيلعبه في مسألة تطوير الكوادر الموجودة في المنظومة بشكل عام، سواء لاعبين اداريين فنيين الى اخره. اول حاجة طبعا الاتحاد ماشي طريق بصراحة هايل جدا، فكر ممتاز جدا ان هو عايز يطلع كوادر اذا كان من مدربين او من لعيبة، وده ظهر علينا في الفترة الاخيرة. المنتخبات الشباب والناشئين، منتخب الشباب واخد بطولة عالم، منتخب الناشئين يا ربي واخد بطولة عالم، منتخب شباب واخد ثالث عالم، بدأت بعديها اللي احنا نبقى هنا كاس عالم فرق الرجال ناخد سابع، بعديها اولمبياد ناخد رابع. فده احنا ماشيين في خطى انا شايف ان هي صح 100%، وهم قايمين بدور فوق الممتاز. طبعا دلوقتي في لجنه مؤقته هي اللي موجوده بتدير الاتحاد، انا شايف ان هم لا هم عندهم فكر عالي وهايل جدا هايل جدا بصراحه، وبيفكروا في طريق. احنا في اختلاف غير الاول، دلوقتي احنا عايزين نوصل للعالمية، احنا دلوقتي عايزين نبقى رقم واحد، هو ده اللي موجود وهم ده اللي بيفكروا بيه. هم بيجهزوا لكل المنتخبات دلوقتي، احنا بدأنا نجهز جيل 2004 موجود دلوقتي بنبدأ نجهز فيه، وموجود جيل 2002 دلوقتي بيكمل المشوار كمدربين. اللي اذا كان في دراسات موجودة، إذا كان في مدربين عايزة تسافر تاخد دراسات بره في أي مكان، الاتحاد أنا شايف إن هو لا هو ماشي في الطريق الصح بفكر مختلف تماما، وده أوريدي ده بان في المنظومة اللي موجودة دلوقتي وفي النتائج. إحنا بنقول بورقة وقلم، النتائج بتقول إيه؟ إحنا النتائج بتاعتنا ماشيين في الطريق الصح.